إن على خطيه ان العالم ما امنش بيا، ما امنش بيا كنبي، ولكنه ألهني. خدت بال حضرتك؟ العدد اللي بعديها اصحاح 16 العدد 13 اللي عليها احمر برضو، واما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم لجميع الحق، لانه لا يتكلم من عند نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بامور اتيه. الله، المستقبليه يعني. المستقبليه ما وما ينطق عن الهوى، مش كده؟ ان هو الا وحي. احنا قلناها قبل كده ان في تثنيه 18 يقيموا لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك له يسمعون، ولا يتكلم من عند نفسه بل كل ما اوصيه به يتكلم به. هنا بيقول ايه؟ بل كل ما يسمع يتكلم به، وياتي القران ويقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه وشد القوه الى اخر الايات. كل دي عن مين؟ عن رسول كل دي عن مين؟ صلى الله عليه طيب. محمد صلى الله عليه وسلم. اجمل ما فيها حاجتين صغنطتين، واحده المشتهى، المشتهى وهنلاقيها في سفر حجي. قبل حج عايز اسمعكم ارميا بيتكلم عن ايه. سفر ارميا اصحاح 5 العدد 15 بيتكلم عن امة الاسلام. ارميا ناخد ماشي. السلام ماشي. عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ سعيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ جمال؟ اتفضل يا حبيبي. طبعا انا بشكركم على البرامج بس ليا تعليق بسيط. اتفضل. هو لو امكن التليفونات بتاعتنا احنا يعني يستقبلها الاخوه بره، ما تقطعش البرنامج بتاعه اكتر من مره على اعتبار برضه الفايده هتبقى ايه اكتر. طب انت قطعتنا يا استاذ سعيد. هو يعني انا بتفرج، انا بتفرج التليفونات بتقطع الكلام وبيبقى مثلا شيوخ افاضل او اخ فاضل. طيب لو حضرتك دخلت اهوت وكان لازم نسمع منك النصيحه ديت. ما يعني احنا ممكن، احنا ممكن نجاوب على الاسئله برضو في اس ام اس او هياخدها منا اللي بيستقبل. طب هجاوب على السؤال المسابقه؟ ايه؟ هجاوب على السؤال المسابقه؟ انا جاوب مفيش مشكله. اتفضل يا دكتور. عشان الاجابه ترى. طب الاجابه ايه؟ اللي هي آية الدين. طيب بارك الله فيك، لكن عايز اقول لحضرتك انه الاتصالات مهمه جدا، واحيانا بنلاقي انفعالات ودي حاجة مهمة جدا في الحلقة، نلاقي انفعالات الناس معانا ونحس انهم عايشين معانا وده حاجة مفيدة. وكمان لو احنا قعدنا نقول 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 ممكن الموضوع يبقى تقيل على الناس ما يفهموهوش كويس، فدي برضك بتبقى فايدة يعني من فضل الله تبارك وتعالى. بتتوقف الضغط على الدماغ عشان تفهم بعد شوية الامور. جزاك الله خيرا، واحنا هنحاول نقلل حجم الاتصالات شوية، احنا عارفين الاتصالات في البرنامج من فضل الله كثيرة، فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. لكن احنا ما نقدرش نقول للناس ما تتصلوش. احنا بنرحب بكل اتصالات المشاهدين وبنرحب بكل اسئلتهم، ومش عايزين نقول ما فيش اتصالات عشان الناس ممكن تقول لك انا عايز اسال وعايز افهم وعايز زي اخونا اللي بات من او اللي هو من اهل الكتاب ده شكله كده يعني نصراني، هو بيقول انا عايز اعرف ادوني دليل من باب يختبرنا يعني، ادونا دليل من القران او من السنه على عذاب القبر. وهنجاوب ان شاء الله تبارك وتعالى. ونرجع للدكتور حسين. اتفضل يا دكتور. في نكون في ارميا حجي. حجي اصحاح 2 العدد 6 لانه هكذا قال رب الجنود هي مره بعد قليل فازلزل السماوات والارض والبحر واليابسه وازلزل كل الامم ويأتي مشتهى كل الأمم فأملأ هذا البيت مجدا قال رب الجنود. مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد البيت الأول. الأول اللي هو كان إيه؟ المسجد بتاع بني إسرائيل. الهيكل سليمان. وكان كله مجد وكله أبهة. البيت الأخير اللي هو بيت الله الحرام. مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول قال رب الجنود وفي هذا المكان اعطي السلام. والاسلام هو السلام. احسن الله اليك. وناخذ استاذ صبري من الجيزه. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ صبري. اهلا وسهلا. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
احنا سامعين حضرتك والله يا شيخ. بارك الله يكرمك والله. يعني تبارك لي الشيخ اللي جنب حضرتك الاستاذ، وتقول له والله احنا معجبين بك قوي، يعني مبسوطين بكلامك. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك والله. احنا بس احنا يعني قاعدين قدام التلفزيون فمبسوطين شويه يعني، فحبيت ان انا اكلم حضرتك يعني ما اتكلم مع الشيخ. واحنا سعداء بيك جدا ومبسوطين باتصالك جدا، وبارك الله فيك. وهل تحب تشارك معنا في اجابه المسابقه؟ الله يكرمك يا شيخ. طيب احسن الله اليك. سوره البقره يبدو ان الاتصال قطع يا شيخ علاء. طيب هنروح لاخر نقطه هيكلم فيها النهارده. والبعض يا شيخ علاء يزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس اخلاقيا وانه خالف الاخلاق، ودي تحاشى لله عز وجل ان يكون النبي عليه السلام هكذا. واحنا عايزين نثبت من كتابنا ومن كتابهم معانا دكتور حسين مع حضرتك ان النبي عليه السلام جاء بالاخلاق وجاء متمما لمكارم الاخلاق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال ربه تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم. وناخد اتصال شيخ علاء ونرجع لك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معاك خالد من الفيوم. اهلا خالد، اهلا بيك، ربنا يحفظك. وبقى الفيوم وبيشاركوا معانا كتير اهل الفيوم وبيكسبوا كتير. اهلا وسهلا. يعني مش عارف انتوا اهل الفيوم يعني حظهم طيب معانا او قدرهم يعني. والله وشك حلو علينا. ربنا يبارك لك يا خالد، بارك الله فيك. يبارك فيكم. اتفضل. والله انا ليا طلب صغير. اتفضل. يعني انا مش متابع للبرنامج من الاول، انما ليا طلب خاص جدا يعني وعام في نفس الوقت. في قناة محطوطة على النايل سات، والقناة دي لطايفة بتقول انها اسلامية وانهم مسلمين. اظن ان احنا يعني مهم جدا ان احنا نرد على الناس دي ونكون اقوية جدا في الرد معاهم وعليهم، لان مش قادر اقول لك يعني انا بقابل، انا عجوز شوية في السن يعني، انا عندي 52 سنة. ما انت في عز شبابك يا استاذ خالد. فمعلش يعني انا بقابل شباب كتير جدا الولاد مخهم بايظ من الكلام ده ومشتتين، فاحنا عايزين نهتم بالحدوته دي وبالقصه دي لانها قصه مهمه جدا، وارجو المعذره يعني. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. الله يبارك. واحسن الله اليك، ده كلام طيب وجميل. واحنا عشان الفكره اللي حضرتك بتقولها ديت احنا كمان مهتمين، وعشان كده جبنا اخونا الشيخ علي جزاه الله خيرا والدكتور حسين، وبنرد بطريقه مهذبه وبنرد على الموضوع اللي يخصنا. احنا لا نتهم احدا الان، يعني ما بنقولهمش ان انتوا عقيدتكم باطله وان كتبكم محرفه، ما احنا عارفين كده كويس جدا، ولو شئت الان لاخرجنا ما في جعبتنا. ولكن احنا بنقول نبينا صلى الله عليه وسلم حدث عن النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام بشر به في كل الكتب السابقه، وهذه هي البشارات، وما زلنا نذكر هذه البشارات ونرد على الاتهامات التي اثيرت حول النبي عليه الصلاه والسلام. واتباعا سنقوم بالرد على كل الافتراءات، واحنا عاملين يوم الخميس في هذا البرنامج فرسان السنه للرد على شبهات واباطيل وافتراءات المكذبين والمعاندين من اي اتجاه. جزاك الله خيرا لحسن المتابعه، وتقبل الله منا ومنك صالح الاعمال يا رب العالمين. ورجع للشيخ علاء والنبي عليه السلام واخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل وإنك لعلى خلق عظيم، فهذه شهادة من الرب العلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة أثبتها له خالق السماوات والأرض بقوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فالتوصيف العملي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرآنا يمشي على الأرض، كما كانت تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان قرآنا يمشي على الأرض. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا إنكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.